ياخدك من قسى الدنيا بحنان، واللي ضحكتها بتديك الأمان. هي دي اللي تداري برموشك عليها، هي دي اللي تشيلها فوق راسك كمان. دلع البنوتة دلع، قل لها اللي في قلبك طلع، وارمي هم الدنيا وسلم. دي اللي بتهنن وتطبطب، واللي أحلى وأجمل وأقرب لو تسيب يوم حتة تضلم. دلع البنوتة دلع، قل لها اللي في قلبك طلع، وارمي هم الدنيا وسلم. دي اللي بتهنن وتطبطب، واللي أحلى وأجمل وأقرب لو تسيب يوم حتة تضلم. خلاص خلاص، جهز الورق وانا هطلع اجيب لك الفلوس. فلوس ايه دي يا بابي اللي هتديها له؟ انت مش هتاخد ولا مليم. انتوا ايه حيوانات؟ مش مكفيك اللي عملته بنتك فينا؟ عايز ايه انت كمان؟ وبعدين انت ازاي تكلم بابي بالاسلوب ده؟ انت نسيت انت مين وبتكلم مين؟ الله الله الله، ده حلوت قوي. هيدي هانم كمان هنا. انا بقى عايز 5 مليون جنيه والا هبلغ البوليس. انت يا اخي كلب فلوس، كلب فلوس. عم شكري كتف الراجل ده عشان نجيب له البوليس. انا هعمل لك محضر تعدي عشان ما حدش يصدقك. تفكرني مهندس محترم؟ ده انا هشعلقك من رجليك. امسكه كويس. يا حبيبتي انت لازم تمشي من هنا فورا، وجودك في خطر عليك وعلى حياتك. حكومه حبساني ليه يا حكومه؟ يا دفعه روح قول للمأمور يطلعني. قول له في مواطن محبوس ظلومه عنده قضيه ابن قومي، راي عام، أموال عامة، نصب واحتيال على البلد باللي فيها. لو ما طلعتونيش دلوقتي البلد كلها هتبقى في خطر. يا حكومة. أهلا وسهلا يا أبو طالب بيه. أنا آسف طبيت كده من غير استئذان، بس نادر ما بيردش عليا خالص. أنا كمان ما بيردش عليا. أنا لازم أقابل نادر وأتكلم معاه. أنا بنتي هتضيع مني كده خالص. وبعدين الاسم أبو نجوان ده بيقول إن عنده أوراق تخص القضية بيبتزني. لازم أشوف نادر ويقول لي إيه حكاية الورق ده، في إيه. أنا مقدرة الظروف اللي أنتوا فيها، بس نادر اتغير، ما بقاش زي الأول، ما بقاش نادر اللي إحنا نعرفه. أنا محتاجة حد يقف جنبي علشان نرجعه زي ما كان ونرجعه للطريق اللي هو ماشي فيه. أنا حاسة إنه نادر كمان شوية هيتحول لمدمن، وده لو حصل انا هحس ان انا ضيعت حياتي عليه كلها، وفي الاخر ضاع مني. انا ممكن انتحر،
بصي، احنا الاثنين مصلحتنا مشتركة. صح. يبقى لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان بالطريقة دي نقدر نرجع نادر لشغله وحياته، كذلك هايدي بنتي ترجع لبيتها ولشغلها وحياتها ونخلص القضية. يا ريت يا ريت يا ابو طالب. لان الراجل ده بيقول ان عنده معلومات مهمة في قضية هايدي ابو طالب ومروان ابو عرب. وعلى فكرة احنا مسكناه متلبس في اقتحام فيلا ابو طالب السنهوري. تمام يا فندم، هي قضيتي فعلا والراجل ده انا عارفه. متشكر جدا لحضرتك. لا مؤاخذه يا باشا، ما تقولش اقتحام، انت تخرس خالص وما تتكلمش الا لما اقول لك. حاضر، سكتنا اهو. كنت بتعمل ايه هناك؟ هكون بعمل ايه يعني؟ كنت قاعد معاهم وكانوا جايبين لي حاجه ساقعه والكلام رايح وجاي. هم السبب في شحطات البنت يا سعاده البيت. هم اتهموك ليه باقتحام الفيلا؟ كانوا بيتبلوا عليك؟ امال يعني سعادتك كنت عايزني اشوف بنتهم الهربانه دي اللي اسمها هايتي عنده في الفيلا ويسيبوني انزل عشان ابلغ عنهم؟ هايدي، انت شفت هايدي فين؟ عنده في الفيلا. طب بعد اذن سيادتك لو ينفع تمشي مشي، انا محتاجه بره. تمام يا فندم، ست كبيره بره بتقول انها مرات الراجل ده. خليها تعالى دلوقتي. العسكري بيقول ان انت سجلت على ابو طالب بيت. لا يا اخويا، مش كفايه اللي بنتك عملته فيهم؟ بقى وليه يا خرفانه انت؟ بكلمك بالتليفون عند جيران عشان تجيبي لي لقمه تقود بيها وهي نظيفه، تقومي تعملي لي مناحه؟ لا مؤاخذه يا سعاده الباشا. ليه؟ كلمه يقول اجواد؟ ليه؟ يا اخويا الناس ما شفناش منهم غير كل خير. ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. عايزك تاكل شوية السمك دول يا سلومتي عشان آخر الليل مش هتعرف نفسك، هتدعيلي. العين العين على الفوسفور ده كله، ده أنا هنور طول الليل، مش هتتقطع عني الكهرباء. افتح بقك يا سلومتي يا معلمي وسيدي وتاج راسي. يا عين يا عين يا عين، الصبر حلو يا جدعان، فعلا الصبر حلو. شوف انا صبرت كتير عليك ازاي وعلى قله ادبك وسفلتك وطوله لسانك، لكن في الاخر اتعدلتي. ما هو من حبي وعشمي فيك يا سلومه، لو ما كنتش اتدلع عليك اتدلع على مين امال؟ اتدلعي يا ناونه وقولي هاو 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 هاو. هنروح للمحامي امتى؟ ايه؟ عامل ايه كفايه الشرف؟ ما تخافش، انا عارفه انك صرفت فلوس تنكيس البيت اللي لمتها من السكان في حته الارض اللي ورانا. ما تخافش، انا سترك وغطاك. انت عاوزه ايه يا نوال؟ الله، عايزه اقول لك ننزل نروح للمحامي عشان تكتب لي البيت باسمي. بيت ايه ده اللي اكتبه لك؟ انت اتجننتي؟ اكتب لك شقه عمري ليك انت؟ ليه؟ مش تحمدي ربنا اللي لميتك من الشارع بعد الفضايح اللي عملتيها مع الواد الصايع ده بتاع كبده الحمير؟ وهو كان مين اللي رماني في الشارع يا راجل يا نار؟ بس انا نازل دلوقتي وراجع بالليل، لكن قسما عظما لو رجعت بالليل وجبت سد الموضوع ده تاني على لسانك انا هرميك في الشارع بالهدبه اللي انت لابساها. الشارع ده يلمك انت واللي زيك، الا ما شفت منك خير، لا فلوس بتدي ولا لسان بينطق كلمه عدله. اله يا بعيد يطصك سواه يكون اعمى. الو، جود ايفنينج مستر مروان. I want to inform you that the diamond you ordered came and we are waiting for you to come and pick it up. Ah, which diamond? The diamond that we ordered for you from Italy. Oh, no, thank you. I don't need it anymore. Change your mind? What do you mean you change your mind? We already bought it for you. It's identical to the one you have. It's the same piece. I bought it from you with 1 million and then I made you buy it with 2.5 million. That's all. What do you mean? Hard luck. Goodbye. Huh? Next time, take care. And take care. And take care. أنا قلتها لكو. يلا، مع السلامة يا معلم. دقيقة على طول. تعال في الكوريا. عوف عليك يا خير. مفتاح الشقة للهانم، حصوا نسيت مفتاحها فوق. وهي ليه يا ترى بقى ما بتنزلش من العربية؟ على رجليها نقش الحنة ولا شغالين عندها؟ بقول لك ايه يا كوريا، هنرجع نعيد تاني ونزيد تاني. ما هي مستنيك يا خير. عايزة مني ايه؟
انت مالكيش دعوه بيني، انا مش ناقصاكي، سيبيني في حالي. بقول لك يا حبيبتي، انت فاكره نفسك نازله بنسيون خارجه الصبح وراجعه اخر النهار، ولا حد عارف انت رايحه فين ولا جايه منين؟ بقول لك ايه يا كوريا، الهانم كانت بتزور والدها الباشا عيب. والدها شلها يا والدها. بقول لك يا حبيبتي، انت كده هتاخدينا كلنا في حديه، احنا متوينك جدعانه، مش هتخرجي وتيجي وترجعي لنا بالحكومه في ديلك، وعايزانا اسكت. انت مستحيله، انا الغلطانه ان انا رجعت. استاذ شكري خدني اي حته ثانيه، انا مش قادره استحمل خلاص. استهدي بالله ابل كوريا، اديلها المفتاح، اديلها المفتاح بدل ثلاثة بالله العظيمه بدي ادي عليك. ماشي يا خال، اتفضلي. بعد كده الخروج والرجوع يبقى باستئذان، مش ميخه هي. ماشي اتفضلي. عندها فشل كلوي بنسبة عالية جدا، وهتحتاج جلستين غسيل في الأسبوع. وهتعرف تشتغل تاني؟ ده الأمر ده يتوقف على طبيعة الشغل نفسه. لو في شغلانة ما تحتاجش مجهود كبير وتبقى قاعدة مفيش مشكلة. ليه؟ هي هتشتغل مذيعة؟ وجلسة العلاج دي بقى تتكلف كام؟ الجلسة دي تتكلف حوالي 350 جنيه. يا نهار أسود، يعني 700 جنيه في الأسبوع، يعني 2500 جنيه في الشهر. ليه؟ هي دخلت لنا كام 2500 جنيه في حياتها؟ طب ما ينفعش علاج على نفقه الدوله. قررت العلاج على نفقه الدوله واقفه دلوقتي وما بتطلعش. ما بتطلعش؟ كتر خيرك يا دكتور، خليها لكم، ما تلزمناش. سلام عليكم. عليكم السلام. تقلقي ان شاء الله هتبقي زي الفل. في ايه يا سندس؟ مالك مالك يا سندس؟ في ايه؟ سبتيني ومشيتي. معلش يا سندس، البنت اللي هنا برضو سابتني لوحدي وانا خايفه. حبيبتي يا سندس انا جنبك مش هسيبك تاني، بس ما تعيطيش. انا جعانه. طيب وهعمل لك اكل يا حبيبتي، وهسرح لك شعرك، وهرجعك سندس الحلوه. ما تعيطيش يا سندس، تضحكي. عايزه اكل. حاضر حبيبتي، من عينيا، وريني ضحكتك الاول. مش هسيبك يا سندس، مش هبعد عنك. انا جعانه. حاضر، وريني ضحكتك الحلوه بس. هقوم اعمل لك اكل. نفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا سندوسه؟ كابوريا. بس واتك البيت تقريبا خطيبتك دي وشكلها مقرش. انا مش عارف البيت دي عدت من تحت ايدك ازاي، ما مع ان انت دنجوان بطن البقره. يا عم واتكت ايه دي؟ بتكح قمصان نوم. البيت دي اصلا كانت متجوزه واحد في الخليج وما رستش منه دنار احمر، وجات يعني بالهدوم اللي عليها. بس واتك يا يا عم انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنه. المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون، وتدلعني بقى وتصرف عليا. أيوه. تدلعني يا طاعون. ادون جول وقعد حلب حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. انت فين يا دي يا سوكا؟ مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي؟ بقالك يومين من الظاهر ما بتفتحش العربيه ليه؟ في ايه يعني؟ وقعت على سبوبه كده. ايه ده، اشتغلت؟ فين بقى ان شاء الله؟ في مطعم طباخ. بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي، من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه يا عم؟ هي متلقحه، الناس هنا يا سوكا مش لاقي تاكل عيش حاف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه، والنص بالنص. وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه ساق سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكا. ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه، وبتعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب. الاصيل للاصيل. سلام يا فنان، بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه ده على الشغلانه؟ الواد سوكا صاحبي، بس بق ودلدله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول. وهتيجي بقى كوريا تقول لك الكباريه والنسوان والخمره، وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه يادجك طاعون، تديله مفتاح عربيتك. ياض عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس؟ ده عربيه كبده. ده سوكا طاعون. سوكا بالهنا والشفا. ثانية بس هشوف مين اللي بيخبط. بنتك ضربة. يو انا جيت ناحيتك دلوقتي. ايوه بقول ايه؟ انا قصدك في خدمة. انت بتكلميني انا؟ امال سندس؟ ما كنت عربية. سبتيني يا اختي خايفة وجعانة. تعالي تعالي يا حبيبتي. انا بخلت استني دلوقت. خير؟ عايزاك تكلمي للظابط بتاعك. الظابط بتاعي؟ ليه؟ هي مجاله استدعى من النيابة، وعايزين نعرف الاستدعى ده ليه؟ انا اللي هكلم الظابط. انا هقول له ياخدك يحطك في السجن
علشان انت سبتيني انا وقراك. معلش يا خالتي، حقك على دماغي، حقك على دماغ امي الله يرحمها. بس والنبي والنبي سيبيني اشوف النصيب اللي انا فيه. ما بكلموش. نعم يا اختي، انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ جالي من يومين المحل وقلت له ما تكلمنيش تاني ومشي زعلان. طب معلش يا جول، تعالي على نفسك عشان خاطر الوالد، لا ينتصف فيها حكم غيابي وينحبس. ماليش دعوه، خدي نمرته وكلميه انت. ما ينفعش انا اللي اكلمه، مش هيعمل حاجه. انت اللي لازم تكلميه وتدلعي عليه عشان يعمل لنا المصلحه، بعد كده ان شاء الله تقولها في بعض. تدلعي. بقول لك ماليش دعوه، مش هكلمه. هو ايه اللي مش هتكلميه ده؟ ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انت مش حاسه احنا عاملين عشانك ايه؟ ده احنا ملبسين نفسنا قضيه عشان متسطرين عليك وكدبانين على الحاره كلها ومقسماني في اكلي وشربي ونومي وحمامي وشايل همك للنهار كانه همي. يا شيخه ده حتى لما نزلت الصبح وغبتي قلبي وجعني عليكي كانك اختي ولا بنتي. كل ده مفيش تقدير؟ هو انت ايه؟ كان الناس دي كلها بتشتغل عندك ما بتحسيش بيهم؟ يا شيخه ايش حال ما كنتش جايه لك يعني وبقول لك ده انا قصدكي في خدمه. ده بدل ما تقولي لي تؤمري ولا من عينيا الاثنين زي الناس الجدعان تقولي لا. طبعا صحيح، اللي بيقني كلب بيطمر فيه واللي بيقني انسان بيعضه. كلب؟ ماشي يا كوريا، انا كنت هكلمهولك بس دلوقتي عمري ما هكلمه، ايه رايك؟ الله يسامحك، انا اكيد ما اقصدش يعني. طب حتى قول لي مساء الخير ولا انا خلاص بقيت عدوتك؟ مساء الخير يا رجاء. استنى هنا، رايح فين؟ ممكن تقول لي انت بتعاملني كده ليه؟ جرى يا رجاء، هو انت عايزه تتخانقي خلاص ولا ايه؟ ده انت مش بقيت سلبي وبس ومالكش دعوه بكل اللي حواليك، لا ده انت كمان بقيت مؤذي وبتاذي كل اللي حواليك. ابو طالب بيه كان هنا وقال لي ان ابو نجوان راح له البيت وهدده وانت لازم تظهر عشان تخلصهم اللي هما فيه. وانا مال امي انا بالقضيه دي؟ انا سبت القضيه خلاص، يحلوها بقى زي ما هما عايزين. اوكي، هما يحلوا القضيه بالطريقه اللي هما عايزينها. انا بقى بتعاملني كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ افتكرت انا الاسطوانه ياها المشروخه دي، انا اللي ربيتك، انا اللي علمتك بعد ما ابوك وامك ماتوا، وانا اللي ضيعت عمري وشبابي عليك. ما كنت عشت شبابك رجاء وخلصتينا، على الاقل كنت بقيتي انسانه عاديه دلوقتي بدل ما انت عماله تقلدي العيال اللي عندها 15 و20 سنه في اللبس وفي الميك اب، بقيتي حاجه تكسف. الو الو، مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص. طبعا متهمه ايه، وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. بعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ فاكرها طبعا، الكوافيره. خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعى ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطة خالص، أنا بكرة الصبح أول ما أوصل الاسم أشوف لك لو ليه أي محاضرة عندنا اتحولت للنيابة ولا لأ، ولو في هعرف لك إيه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ رقمي. خلاص أنا هسجله وأكلمك بكرة أقول لك إيه الأخبار، بس بقول لك إيه؟ هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي، مش زي قبل كده. لا لا لا، أكيد أكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش جت نيل، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ ها؟ بقول متشكرين يا جول. العفو يا كوريا. الو؟ ايوه يا بابا، ازيك؟ اهلا، ازيك يا ست نجوان؟ لفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل. ليه؟ هو في حاجه حصلت؟ في حاجه؟ في حاجات يا اختي. أمك جالها فشل كلوي ورقدة في المستشفى. يا نهار أبيض،
فشل كلوي مرة واحدة؟ هما المرتين؟ مرة واحدة محتاجة غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب8000 جنيه، الجلسة الواحدة ب1000 جنيه. مش مهم الفلوس، أنا هبعتلك، بس المهم ماما تبقى كويس. بلا 60 نيلة أهي رقدت، مين بقى يا أخت اللي هيصرف على البيت إن شاء الله؟ ما قدامناش غيرك، ابعتلنا كل شهر ال8000 بتوع الغسيل وفوقيهم كام 1000 كده لمصاريف اخواتك، مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، انا هبعت لك على وسط ريونيو زي المره اللي فاتت، المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها باي. باي باي. جاتك نيله في لغات امك، ما تقولي مع السلامه. يا دي النكد اللي انا فيه لسه هروح افتح. طيب طيب ايه ده جايبينها لي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا اشرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله يكرمك يا ابو نجوان، انا مش طالبه يا اخويا غير اني اترمى على فرشتي، والدكتور قال ان انا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا اختي هاتي لك قرشين تغسلي بيهم. ايه ده انت بتكلمها كده ازاي؟ واحدة عيانة قدامك يا أخي عندها فشل كلوي، قولها ربنا يشفيكي إن شاء الله تقومي بالسلامة، مش عمال تسم بدلها كده بكلامك. جرى إيه يا أختي؟ أنت هتعملي لي فيها أبلفيتة وتوعظينا؟ ما تغوري في داهية، واحد بيتكلم مع مراته، إيش حشرك أنت؟ معلش يا بنتي امسحيها فيا، حقك علي حقك علي. ربنا يكون في عونك يا منى جوان. السلام عليكم يا أختي جمالات. هلو، أهلاً وسهلاً. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. أنا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفة ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول إيه. أنا هحج إمتى بقى؟ إن شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد إذنك يا أختي، كنت حابب ألفت نظرك لحاجة بسيطة كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعة في فترينات العرض المسماة بالملكانات، ألا ترين فيها فتنة؟ يعني إيه؟ هذه المجسمات أنا ترين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيداً، ولكنها منحوتة بمهارة كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام، وشباب منطقتنا من الفقراء ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات، وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتي وهم يهدؤون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات والعياذ بالله. العياذ بالله؟ يعني هو أنا صحيح مش فاهمة ولا كلمة من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح إنه كلام مهم. ولكنني وقفت أراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت أكلمك. لا أنا مش متضايقة خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الأريا في المنطقة قصدي. والله خير القيام يا أختي جمالات، أقيم الشعائر وأقيم الصلاة وأئم المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافة مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد إذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز إيه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا إزاي؟ هو أنا ناقصاك أنت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي وردي على التليفون. ألو. صباح الخير. صباح النور. كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة؟ لا كويسة، بقت أحسن. أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعت إبراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا أي حاجة، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط وإحضار، بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضية وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، أنا هقول لكوريا عشان تقول له، ومتشكرة أوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك أول حاجة ما تقوليليش حضرتك. ثانية ما تشكرنيش. وأنا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي أحسن طريقة تشكريني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بيت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحسن بعدنا أقوم أكسرك. تتحط شوية زيت عليهم حتة دهن جاموسي. دهن جاموسي؟ عشان يدوا ريح، وبعد كده تروح فاقع الكبدة والسجق ورادمهم فلفل اخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى، ها، ما تدبش السكينه في الرغيف لحد اخره عشان ما يبهواش ويطلب مونه زياده. بص نص فتحه، ها،
وتمسك المقصوصه ويادوب شوف يادوب لحسه كبده وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 ل 100 رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه وما تصدرش الطرشه يا ولا، شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هياكل ايه؟ مخلل. تدي له مخلل على قد ما تقدر، المخلل اللي بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكل يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل، هو الرغيف ابو كيلو كبده و2 كيلو سجق يا اخويا. ازيك يا ام سوك؟ ازيك يا سوك؟ تعالى هيما عاوزاك. ايه خير؟ القضيه اللي عليك طلعت بتاعت سرقه الميكروباص، والواد الظابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تمتصش فيها حكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو ما فيش شهود ولا حاجه، ماشي؟ ماشي، هروح بكره اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الظابط؟ منطقه ضيقه يا كوريا والريحه هتفحفح. ادي نفعتك يا اخويا، كنت هتعرف مين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطه، طالما فيها مصلحه قشطه. البت يا اخويا عماله توشوش في الواد كان احنا غرباء. هو احنا غرباء يا ولا؟ احنا غراب ياما، وخليك في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوق، يا سوق هتولع في ام اللي جابوه. اجري يا ام سوكه. فاكره؟ اه طبعا فاكره. هو في ايه؟ انا بالنسبه لي مفيش حاجه، انما اهلك لما عرفوا ان بنتهم مدمنه وان ابن خالتها مات بسبب الادمان، انهم سايبين حضرتك هنا كل يوم مع راجل شكل، بتهيألي دي التفاصيل هتبقى مهمه بالنسبه لهم. انت عايز ايه بالظبط؟ ابدا، عندنا قضيه كبيره وعايزينها تخلص باسرع وقت ممكن. متقلقيش، كل التفاصيل اللي قلتها عنك دي محدش يعرفها غيري، ومستعد انها تفضل سر ما بيننا، بس نتفق. نتفق على ايه؟ في معلومات معينه عايز اعرفها عن ومن نادر عالم الدين. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا فيك. نجوان خطيبتي الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منوره باهلها وانتوا اهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده ان الصفقه دي مضمونة 100%. ليه بقى الصفقة دي مضمونة 100%؟ لأنه إحنا دايماً عندنا في مصر أزمة سكر. إيش هالحكي اللي تقوله يا أستاذ مروان؟ أزمة سكر في مصر والسكر كله قاعد يمي؟ لا 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 بتكلم بجد. اصل بص اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما كمصريين متعودين نشرب كوبايه الشاي خفيفه مع سكر زياده، فدايما تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى انا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعه اللي يعمل كوبايه شاي بلاش 4 معالق سكر وخليهم 3، وبدل 3 خليهم 2، لكن تقول ايه بقى المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين انتوا سكر الدنيا كلها. الله يخليك. انتوا احلى ما في الدنيا مصر وشعب مصر. الله يخليك الله يخليك. بس ايه بقى لما بتحصل ازمه السكر دي السعر بيزيد الطقطقين او 3 كمان. طيب استاذنك دقيقه واحده. اتفضل اتفضل. والله اذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟ مش محترمك، مش شايف ان هو قاعد بيبص لي بصات سخيفه جدا؟ في ايه؟ وطي صوتك يسمعك. بعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحده حلو، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخدك مني، خليه ماشي في سكته، والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه، للدرجه دي انا رخيصه عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس منورنا. بس بابا انت اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ وبعدين هو انا قلت في لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها، بس بقول لك ايه؟ كله الا اللمس، ليه؟ عشان انا راجل شرقي ودمي حامي، دمي حامي قوي، اهدي كده فك فكي. حاضر. استاذ مروان. ايوه. صدقني انا حبيتكم حبيتكم وايد، لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره. علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قول ان شاء الله. الله عليك يا شيخ جاسم. رجاء انا رايح شرم الشيخ كام يوم، عايز حاجه؟ We'll be right back.
مساء الخير. مساء النور نادر. ايه يا حبيبي اتاخرت كده ليه؟ ولا انت ايه جيت في ميعادك ولا ايه؟ معلش يا بيبي مصدعه بس شويه. هو انت كان عندك حد ولا ايه؟ واحده صاحبتي بس لسه ماشيه. صاحبتك؟ اوكي طب يلا بينا ولا انت جاهزه؟ يلا بينا. هنروح بعربيتك ولا بعربيتي؟ لا بعربيتك انا مش قادره اسوق خالص بصراحه. يلا اوكي. تعال نروح للحب بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى يشفي مجروح القلب. ايه ده انت بتعيطي ولا ايه؟ لا لا خالص مفيش. انت ايه اللي صحاكي؟ انا عارفه يا اختي حلمت بكابوس كان متعلقه كده هو في شجره رفيعه وهتقع بيا. لقيت لك نفسي ده بيروح قلت اما اخرج اشم شويه هوا. براهيم 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 مين؟ يو انا كوريا. الله انت صاحيه؟ ده انا كنت هتصل بيكي بس قلت تلاقيكي نايمه. ايه اللي انت لابسه ده ورايح على فين؟ لا ده انا رايح فرح واحد صاحبي كان معايا في المدرسه. الواد قاعد يزن عليا قلت له يا عم الحاج انا ما عنديش هدوم اروح بيها راح جايب لي الطقم ده. بس ايه رايك يا بنت كوريا؟ ها بصي بصي ها لا جامد واد جامد عشان تعرفي يا كوريا الواد لما بينضف بيبقى عامل ازاي. وهو برضه قلت تبقى بروف عشان اشوف لايق عليكي في الفرح ولا لا. لايق عليا انا؟ ده انت في الخطوبه كنت احلى مني. وانت في احلى منك. طب انا الحق بقى اروح الكباريه اروح الفرح عشان عندي بكره نيابه. ماشي. سلام يا مزتي. سلام يا حتتي. ما تيجي اقول لك كلمه على السلم. يلا يا واد امشي. اعوذ بالله ده راجل سخيف قوي. لا خالص. جاسم ده لطيف جدا جدا. وبعدين انا مش فاهم انت مش مستلطفه ليه؟ عشان معجب بيكي شويه يعني؟ يا ستي لو سخيف فلوسه تشفع له. انا نفسي افهم حاجه. انت بتعمل كل ده ليه؟ ما احنا معانا فلوس قد كده. يعني لو فضلنا بنصرف فيها طول العمر عمرها ما هتخلص. بنلعب بنتسلى بدل القعده. وبعدين يا حياتي عايزك تعرفي ان الفلوس دي عامله زي المغناطيس. بتشد اي فلوس تقابلها في طريقها. مروان انا نفسي اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي. انا ممكن انزل مصر اسبوع واحد بس وارجع على طول. ليه؟ ماما تعبانه جدا وجالها فشل كلوي وخايفه لا يجرى لها حاجه. انت بتقولي ايه؟ اتجننتي؟ انت عرفت من ايه؟ ما انا اتصلت ببابا. يخرب بيت ابوكي! وكلمتي من ايه؟ من تليفون في الشارع. من تليفون في الشارع ازاي؟ من تليفون في الشارع ازاي ها؟ انا مش قلت لك اول ما نحط رجلينا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ ها؟ ايوه بس دي ماما وتعبانه جدا والله. بقول لك ايه؟ كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شويه هبل تبوظي لي كل اللي انا بعمله. انت من ساعه ما حطيتي رجلك في الطياره وانت امك مش عيانه، امك ماتت. حاضر. هم واهلك كلهم. حاضر حاضر. مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني لان ده لو حصل هقتلك. حاضر اسف. هقتلك يا رجوان. انا اسفه والله.